أقامت جمعية رواد الفكر التنويري وبالتعاون مع مديرية خدمات الإنصاري التابع لمجلس مدينة حلب حملة تشجير ونظافة في حديقة رودكو بمنطقة العظمية. مساحة الحديقة حوالي 4000 متر وهي مربعة الشكل وتشكل متنفس لأهالي منطقة العظمية وسيف الدولة والأكرمية وجزء من صلاح الدين. وتضرر الغطاء النباتي نتيجة الأعمال الإرهابية المسلحة، وحاليا يقوم مجلس مدينة حلب بالتعاون مع رواد الفكر التنويري بإعادة تأهيل الغطاء النباتي لهذه الحديقة. التعاون طبعا كمان مع مديرية الزراعة، أخذنا منهم بأسعار جيدة، حصلنا على عدد منيح، وكل سنة عم نشجر حديقة، وخصوصي الحدائق والأحياء الشعبية بتكون متنفس لأهل الحي. هذه الجمعية تعنى بالفكر والمثقفين، تضم نخبة من المثقفين في مدينة حلب، إلا أننا نحاول دائما زرع الابتسامة على وجوه الشعب في مدينة حلب. أضفنا شغلات هي أشجار مثمرة ولكن تحاكي الحراجية من حيث تحمل العطش، مثل التين مثلا على سبيل المثال. وتأتي هذه الحملة التطوعية والتي شملت زراعة 500 شجرة بهدف غرس حب العمل التطوعي في نفوس الشباب. كمتطوع يعني احنا عم نحب نشتغل بايدنا لحتى نزرع ارض بلدنا ونرجع نرجع بلدنا خضراء مثل ما كانت. الغطاء الاخضر هو الرئه اللي تتنفس فيها المدينه، ونحن بنتمنى انه ترجع بلدنا خضراء مثل ما كانت. طبعا هو البلد الحضاري لازم يكون فيه عمل تطوعي، وكل ما كان العمل تطوعي اكثر هو بيكون بلد حضاري اكثر. المشاركون اكدوا على اهميه العمل التطوعي الذي يسهم في مرحلة العمار. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب.